سيد لو سمحت أنا لازم روح على الحمام هلأ. فيك تروح على حي الله زاوية هون. هذا الشيء اللي عم تعمله أنت مو إنساني أبداً، لازم تستحي من حالك شوي. إذا أنت كنت حاسبنا مخطوفين عندك هذا ما بيعني أنه فيك تعاملنا بقلة احترام. يا سيد رجاءً اتركه. أنت سكتي، ما حدا رح يروح من هون، سكتوا. خلص سكوت وإلا رح سكتك على الآخر. شو يعني ما رح تسمح لنا نبكي كمان؟ ما رح أقدر. إيدك شلون بتسمح لحالك؟ اتركوا ولا كلمة. شهريا اسمعوني كلياتكم، اللي بيته من إعزاز ما لازم يرمي الناس بحجاره هيك. انت لازم تفهم هالشي، فهمت؟ ها؟ ما حدا غيري رح يعلمك درس ما تنسى بحياتك يا فاشل. شوري استعجل شوي لأنه أنا ما بقدر إلي هون أكثر من هيك. يلا فكني، أنا بتحداك إنك تفكني هلأ ورح تشوف. رح ورجيك شو بقدر أعمل إذا فكيتني، رح حطك وضربك ودوسك تحت رجلي. سكوت، وإلا بدي ورجيك كيف أنا رح أقتل أبوك قدام عيونك وبعدين رح أقتل أخوك. هاد لا تعمل هيك، أنا رح أقتلكم كلكم. فشل، لا تحكي، خلص أنت ما بتقدر تقتلنا. سكوت بقى، أنت شو يلي عم تعمله؟ هدول عالم خطيرين، لا تستفزهم ولا كلمة. عشت بالخوف كل حياتي، أنا كنت خاف منك كتير، وهلا أنا ماني خايف لا منك ولا من هدول الناس. أنت ما رح تسكت إلا بعد ما تموت، وشكلك ما رح تهدأ إلا حتى قتل حدا منكم. استنى إذا بتريد يا سيد، أنا بعتذر نيابة عنه، هو ما بيقدر يتحكم بحاله. يا سيد لو سمحت، إذا بتريد اسمعني شوي رجاء. أنت حبسنا ببيتنا بس أبدا ما لك متعاطف معنا، نحن متفاهمين هذا الشيء، مو مشكلة أبدا يعني، بس أكيد في كم حدا منا بيكرهك وعنده نية سيئة تجاهك. أخي جيفان، يلا اعتذر منه هلأ، اعترف بغلطك، شو مشكلتك اللي؟ شو اللي عم بتقوله؟ نحن كلياتنا محبوسين وجوعانين كمان وعم نعاني، وفوقها عم تطلب مني اعتذر. بشر، انت مو شايف انا شو ماسك بايدي هلأ؟ مشان هيك احسن لك انه تسمع كلمتي وبس. ايه 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 بكفي. ليك يا سيد، هو ما نام كل الليل مبارح، مشان هيك هو متوتر شوي، هذا السبب. رجاءك اتركه، بترجاك تسامحه. تذكر له تمه. هاي عنبك، انت رح تندم كثير على هالشي اللي عتقلوا فيني. حسرك شيل هاي عن تمي. سكوت، ارتحت هيك؟ مبسوط هلا؟ منيح انه شوري قدر يتخبى وبهي السرعة اخيرا رجع. خليني اشوف مين اللي بيقدر يأذينا بعد هلا. وأخيراً شفتك بعد كل هالأيام، مهك أنت منيحة؟ اضطريت سافر لأعمل ترتيبات لحفل برا، وكان مهم، شوريا كان مشغول، أنا كنت قلقانة كتير عليك. أخيراً شفتك منيحة. كان مثل الكابوس وخلص. انتبهي على حالك، لا تقلقي علينا أو حتى على المطعم. شكراً فيكي، اشتقت لكم وكتير كمان. كل شي صار منيح. وينو شوريا؟ فيكي هو بالحمام هلا. تأخر الوقت، أنا رح روح نام وأنت كمان نام، نحكي بعدين. إيه؟ تصبح خير وأنت بخير. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة.